السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في الحلقة الثانية من ثيف سيميليتر. أول شيء أشكركم على تفاعلكم في الحلقة الماضية، وأعتذر أني بنفس الوقت تأخرت بتنزيل الحلقة الثانية اللي هي هذه أصورها الحين متأخر بسبب الاختبارات في الجامعة، فأعتذر منكم إن شاء الله هذا التأخير ما راح ينعاد. خلونا نبدأ. بسم الله. والله في فلوس في البيت القديم يا جماعة. جيت البيت اللي سرقناه في الحلقة الماضية، في ثلاجة ما يمدينا نزرفها. في صحنين هنا اخذتهم، وصراحة ما توقعت اني خليت شيء المرة الماضية، لان المشن حاليا يقول لي خلي الباب مفتوح يا رجال. في واحد شافني. كار باركت ان سترينج بليس. اوه، لاني موقف موتري. شوف وين موقف، بالله شوف وين موقف، ما عندي وقت. الليل هزبنها هزبنها هزبنها. دوري دوري دوري، تسرع دوري. شغل موتك. تكفى 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 تكفى. خلنا خلاص المشن. تكفى 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 تكفى. لا، محشريني على اليسار. لا، الحمد لله، يلا بداية خير. اوه، التلفزيون لسه في الموتر عندي والله. طيب خلنا نجرب. تشوفون عندي بالاصفر فوق على اليمين سيل ستاف تو او ات ذا باون شوب، هذا المحل. طيب خلنا نشيل تلفزيوننا الجميل اللي انسرق المرة الماضية. ممكن تفتح لي الباب؟ ايش قلت الحياة هذي؟ اي مش ناقص ادور. طيب اوكي، اي ماي نيد ذس. اهم شي نخلص المشن، فراح نبيع لهذا بثمانية ونبيع لهذا ثمانية. عندي 61. خلينا نكون خلصنا المشن. طيب التلفزيون هذا طبعا ما يبي. والله ما راح اتخلى عنك يا تلفزيون. طيب وصلنا البيت، البلاك باي. طلب مني اني اشيك على الموقع البلاك باي اللي هو هذا. حلو حلو حلو. يقول لي التي في يا حبيبي لا تزعل لا تزعل، راح ادبر لك مكان تبيعه فيه. البلاك باي اسمه البلاك باي. الكترونكس اول تي في 60. ايه جود ورك. ناو كليك اون ذا رنت ا ثغ تاب. والله يا جماعه اني كنت قبل شوي بسحب على التلفزيون وخلاص بركب الموتر وبدي اشوف البلاك باي. ما توقعت ان البلاك باي هذا موقع اقدر ابيع الشغلات اللي ما يشتريها الوسخ هذاك. قال لي الحين شيك على الرنت اثق. ناو هير يو كان فايند ا ليتل اكسترا ورك. I put one on there just for you. The one with the dishes. حلوين. تذكرون يوم كنا نشيك على هذه الأماكن بعدين قلت لكم الرنت أثق ما فهمته. الحين يقول لي فيه مشانات أكسترا يعني زيادة وممكن إننا نأخذها. Okay. 50 دولار. Now, حلو. Drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. هذه مشانات انتقامية الظاهر. يقول لي المشن بيت كم؟ بيت 110 هذا ما خاب ظني. بيت 110 اي. المشن بس بريك ذير ديشز، كسر صحونهم. الله انا ما عندي وقت اوقف قدام البيت، الموضوع كله تكسير صحون يا حبيبي. على العموم المشن والله غريب، يعني كسر صحون ما ادري، يعني ممكن جارتهم تتصل على شركة الحرامية حقنا المدير وتقول لها ابيك ترسل شخص يكسر صحون جارتنا لانها مزعلتني، ولا يعني ما ادري، في مشاكل كذا عائلية تصير. اوه دي اي واي سمبل لوك بيك، ما ادري اذا عندي اصلا. والله عندي واحد. طيب يا جماعه والله اني ما اعرف كيف استخدمه بس بسم الله. والله اللي فتحته. والله اني خايف اني اكسره وارجع لين البيت واشتري لوك بيك جديد. ما احد في البيت الظاهر. كسر الصحون بس. ها ها هذه الصحون. السلام عليكم. بس في ناس برا. دقيقة سكر الباب. ثواني، في احد هنا؟ ما في صحون غير هذه. طيب سكر الباب بسرعة. في احد هنا؟ ايش البيت المتواضع هذا؟ حرام اكسر صحونه بس يلا. ريكوست دن 50 يا حبيبي، والله سهل تجمع فلوس. Before you get yourself into trouble,
Try it on a training lock. I left one in the garage. من أول يا شيخ من أول. الحين يقول لي راح تدرب على اللوك بيك الظاهر في الجراج أو البيس حقنا، ف يعني يطلب مني أن أتعلم بعد ما أنجزت المهمة هذه اللي تحتاج أنك تستخدم فيها اللوك بيك، وهذا شيء صراحة ينرفز. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 AM and watch. Go to 111 at 7 AM. مكتوب بالأصفر قدامي أنا أبو الفهاوة. إيه 111 البيت 111 ساعة 7 AM and mark the tenant mouse. أوه حلوين حلوين. الراقب البيت الساعة. أوكي. قومني الساعة 6 AM. 7 خلها 7 بالضبط. بس وقفتها الساعة 7 بالضبط. خلنا نشوف الساعة 7 وش يسوون الجماعة. طيب حلو، الحين يقول لي يمديني أصوب على صاحب البيت وأعرف من خلاله الروتين اللي يقوم فيه، مثلا الأزرق هذا أنه يكون برا البيت أو أنه مشغول، ففي هذا الوقت يمديني أسرق البيت. وفي نفس الوقت بعض البيوت راح قدام تكون فيها كاميرات، فمجرد أني أوجه على الكاميرا هذه أعرف الرينج اللي تصوره، فأتجنب هذا المكان أو هذا الرينج. ألا لما الحين أنا صوبت على هذا ولا ما صوب؟ There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. أي بوكس؟ أنا أشوف تلفزيون يقول لي فيه بوكس، ما أشوف شيء. أح صار يطلع برا. أوكي إيه طلع من البيت. سكر الباب. يا رب ما أكسره. كم واحد عندي؟ عندي واحد بس. يا رب ما أكسره. بسم الله. أوه الحمد لله. طيب ما حد في البيت، متأكدين ما حد في البيت؟ وين البوكس هذاك؟ ما أدري كم دقيقة يطلع من البيت. ما يمديني أزرف أي شيء من هنا إلا هذا. أي شيء غالي هنا؟ راديو. بكم؟ ما أدري. نشل الراديو. طيب نشل البوكس اللي يطلبه مننا أهم شيء. التلفزيون كم جاب لي؟ $50؟ والله ما أدري. امشي يا رجال، شيل أي شيء في طريقك. بس في كمية أوادم قدام البيت. يا الله النشبة هذا، في واحد نشبة هنا. شافني 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 شافني. المشكلة موتري هناك. كم باقي من الوقت؟ هذا بيرجع البيت. عشان ما نعيد الحركة هذيك اللي صارت، حط التلفزيون كذا قدامك وارجع شله. وبعدين ارميه داخل وسكر. وامشي يا حبيبي. ليفل اب يا حبيبي. ريمبر تو سبند ان يوز ذا سكيل بوينتس. حلو. زين ذكرني بالسكيل بوينتس، لان في شغلات تتطور ضروريه. حل المنيو للسكيلز، عندي 1 سكيل بوينت ريمينينج، فنستخدمها في افضل شيء ممكن. بس لا ما يمديني، لان الخط هذا متصل مع هذا، فلازم امشي بالترتيب. يوم اشتري هذا الحين بعدها بنفك، اختار هذا او هذا. وعلى هذا الحال خلاص الليفل الجاي ان شاء الله ناخذ الشيء الثاني هذاك. احنا حاليا اشترنا او ايش طورنا؟ طورنا اوبن نورمال لوكس ويذ الوك بيك، في ابواب اكثر راح نقدر نفتحها. على العموم الحين 171 نشوف الشغلات اللي يمدينا نبيعها في البلاك باي. الكترونكس، اول تي في. وين الاول تي في اللي قبل شوي تونا شارينه؟ اوه الراديو اللي زرفناه قبل شوي. 50 كار بارتس، ما سرقنا اي موتر للحين. كيتشن برضو ما عندنا. عندنا بوكس ويذ شادي كونتنت، هذا اللي قبل شوي جبناها ب $100. The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window, but they think the one they got's fine. Go prove them wrong. صفط هنا، ما عندنا وقت. كل المشن مشن انتقامي مثل المشنات الماضية أو تكسير الصحون. قال انهم ظنوا انهم يحتاجون دريشه جديده، كل اللي يحتاجونه شباك جديد يركبونه وراح يفتكهم الحراميه شيء كذا. فاثبت لهم انهم مخطئين وراح اكسر دريشتهم الجديده. فوين اي شباك بالضبط فيه؟ او اكسر اي شباك؟ بريك او ويندو، بس قال لي بريك او ويندو، فهذا الدليل على انه اي شباك. طيب بما ان البيت فاضي خلينا نسرق شيء.
خلينا نجرب ندخل قبل أن نكسر لوك بيك. ما عندي لوك بيك والله يقهر. كان مفروض أشتري لي لوك بيك وأنا جاي، بس بما أني بكسر دريشة يمكنني أقدر أدخل لو كسرت هذه. دام هايد أور رن، هايد أور رن. لا والله رن هايد. إيش اطلع من مسرح الجريمة يا حبيبي. أوه دورية جاي من قدامي، دورية جاي من قدامي، وما ترى يا جول أنا انكشفت لأول مرة في اللعبة. هايد 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 تفو هايد. وربي دخلت في الموتر. أح حلو، يمديك تزبن في أي مكان من الماب، يعني مش لازم أروح نفس الطريق للبيت. ففيه بياض حوالين الماب يمديني أروح هناك وأزبن، فهذا شيء جميل للزبنة. ربي على بالي بنكشف. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. ما ادري صراحة، مشناته غريبة شوي. صاحبنا يقول لي break their toilet، ما ادري وش يبي بالضبط. هذا بيت 113، فيه ناس داخل. واو شافوني. حلوين. الحين اعرف كم شخص مجرد ما اضغط على الماوس، فاعرف الساعة كم. الحين الساعة كم عندي؟ الساعة 5. فلو ارجع اتوقع 4 ساعات راح اكون في الازرق، ويمديني ادخل حمام وازرفه او اكسره. في بارك قريب يمدينا ننام فيه. طيب اتوقع انه جينا في وقت مناسب، مثل ما تشوفون قريب من الازرق، فراح نشوفهم بعد شوي يطلعون من البيت. والله بيتهم فخم يا جماعة، في شغلات كثير احسها حلوة. اوه يحتاج الحمد لله اني شريت الدي اي واي هذاك، خلاص صرت خبرة والله. طبعا ما حد في البيت حاليا، فضروري اني استعجل. اوه مخلين دريشة هنا مفتوحة، الله يجزاهم خير. ازرف اللي تقدر عليه. هو ايش المشن المطلوب مني؟ بريك ذا تويلت بس. شيل يا حبيبي شيل. لا افتح من تحت، افتح من تحت. ما يمديني ازرف، ما يمديني ازرف، ما يمديني ازرف. في كاميرا. شيل. ما في اي شيء هنا ازرفه. كاسات انفنتوري فل. يبي له رجعه البيت، يبي له رجعه. ما باقي لي وقت كثير. وين حمامهم؟ لا اله الا الله. اتوقع صاحب البيت رجع. صاحب البيت رجع. لو افتح الباب هذا راح يكون قدامي. طيب وش اسوي؟ خلنا اكسر بس اللوك بيك بعدين نتفاهم. يا شيخ لا 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 تكفى لا تجي، تكفى لا تجي. طيب لين متى واقفة هنا؟ راحت. في شخص ثاني. المشكلة كيف بكسر الحمام وراح يسمعون؟ ايوه اتكى. اوه لا تخرب المشن، اطلع وارجع للبيت بشنطه اكبر. اتمنى انه يمديني افضي شنطتي في السياره. للاسف لو هذا الشيء موجود في شخص شافني. وربي حرامي فاشل، بس برويكم حركة يا جماعة الخير. سريع سريع، هذا الخط الأبيض على اليسار على طول مجرد ما توصله تزبن من الشرطة وتوصل للبيت. صراحة الزبنة في اللعبة هذه مرة سهلة، فراح أرجع له بسرعة. Remember to spend a new skill points and skill tab. طيب خلنا نبيع الشغلات اللي عندنا سريع سريع. بلاك باي، بلاك باي. عندي جلاس كاب، ميسنج بارتس، ما ادري ليه ما يبي يشتري. الكترونكس ما عندي شيء. اولد ياماها، يوماها
جيتار. طيب 300 اتوقع لازم نروح للبنك بنك شوب او ايش كان اسمه هذاك عشان باون شوب عشان نبيع الشغلات اللي عندنا. مش اي شيء اقدر ابيعه في الموقع ومش اي شيء اقدر ابيعه في الباون شوب، فلازم اني اشيك في الاماكن. اسمع اسمع صوته. ويلكم باك. ويلكم باك. طيب عندي يا طويل العمر لازم اجمع فلوس، اتوقع اجمع 800 او عشان اشتري الكاميرا هذيك اللي اراقب فيها. يا اخي تكفى اشتر مني التلفزيون. فمثل ما شفتوا المره الماضيه محاولت ازرف البيت، كانت مساحه الشنطه عندي جدا قليله رغم ان في شغلات كثير متوفره اقدر اسرقها، ولكن هذه مشكله وراح يتم تطويرها ان شاء الله في قريب. طبعا صفت قدام البيت لانه صراحه ما يهمني اوقف بعيد. 12 اوت الى الساعه 1، يعني عندي بس 120 ثانيه ازرف البيت. ف راح اكون قريب من البيت. في شخص وراي بسرعه. ما عندي وقت، ما عندي وقت صراحه. ودي اشوف الليفينج روم. الليفينج روم، الليفينج روم. يا الله فتحته انا هذيك المره خلاص. ما في احد في البيت. ليفينج روم مفروض هذا الليفينج روم، هذا البرنتر صح. ايش كار باركت ان سترينج بليس. ما يخصك يا اخي انا بشله. قبل انسى لازم اكسر شو اسمه الحمام، برجع الحمام بسرعه. ايش ذا بوليس ويل. اوه الشرطه راح تجي وتاخذ سيارتي. طيب ارمي الشغله هذه. تكفى. لا 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 تكفى لا. موتري بيروح. طيب كيف بطلع من هنا؟ راحت راحت الدورية. والله لكسر الحمام ما يخصني. يصبر شوي دورية تصبر. الحمام 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 والحمام حقهم. كيف كذا وين الحمام هذا؟ ايوه اكسر الحمام بسرعة. كسر الحمام اي شيء تحت. خلاص خلصنا المشن. طيب اطلع ويندو كلايم. شل هذا. ادعس ادعس تكفى. في ناس كثير ما ادري. الدورية الظاهرة اعطتني مخالفة، ما فهمت ايش السالفة انا. في ناس كثير قدامي ما يهم. لا 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 doing something wrong. شادي doing something شادي. دورية جاية دورية جاية دورية جاية. يا رب يا رب يا رب يمدي يا رب يمدي يا رب يمدي. والله اني مخربها حرامي قليل حياة وربي اني حرامي. تلفزيون تلفزيون يخرب بيت التلفزيون. خلاص حطه هنا. شيل التلفزيون ارمي التلفزيون. سكر. دورية محترمة وربي دورية محترمة. لو اني حرامي في الحقيقة. يوه كان الشرطي مسكين كذا يناظر فيني يقول خلوها الحرامي مسكين. يوه سرقنا البرنتر وفي نفس الوقت كسرنا الحمام. طبعا احس ان فيني هذا بيتصل وبيسفل فيني بيقول لي خرب بيتك شرطة والناس حفظوك. For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know? الحمد لله انه ما ذكر شيء متعلق بالسرقة هذه. ودي اشوف الطابعة هذه بكم اني ابيعها. فكل اللي طلبه مني اني اشتري او اتعلم كيف اتسلق. السرقات بتكون فيها يعني نظام سبايدر مان بعدين. في نفس الوقت والله طولت في المقطع، لكن نشوف الطابعة كم تسوى قبل لا اختم المقطع. ويلكم باك. ويلكم باك. طيب حطينا الطابعة، كم تشتريها؟ ب 270 دولار. واو حلوين. بي هذا كل شيء لحلقة اليوم، اتمنى انها نالت على اعجابكم. حبة حبة نتطور وصلنا ليفل 4 ووصلنا الى 600 دولار، وفي نفس الوقت ان شاء الله راح نشتري تولز كثير في الحلقات الجاية. اشكركم على دعمكم، لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس، ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جاية. السلام عليكم ورحمة الله.